أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد ثم يحرفونه ثم
قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ أفلا تعقلون أولا يعلمون أن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
sedangkan